خيرا. نريد من الإخوة في هذا الجناح وهناك أن يلتزموا الهدوء ويخفضوا الأصوات، فإذا كانت عند فيما بينهم حديث ممكن أن يخرجوا من حرم هذه المسابقة ويقضوها ثم يعودون وينصتوا، وإلا فالأصوات تصل إلينا وتحدث عندنا ضوضاء وبلبلة وتعيقنا عن تقييم الطلاب كما ينبغي. شكرا. السؤال الثاني، اقرأ من قوله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات
فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم جزاك الله خيرا. السؤال الثالث، اقرأ من قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن ليشهدوا
جزاك الله خيرا. السؤال الرابع، اقرأ من قوله تعالى. نعم. أيوه سيدنا. السؤال الرابع، اقرأ من أول سورة سبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. جزاك الله خيرا. السؤال الخامس والأخير، اقرأ من قوله تعالى. كذبت ثمود بالنذر. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر. سيعلمون غدا من الكذاب نشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم Thank you.
نجزي من شكر ولقد جزاك الله خيرا ولالي بارك الله فيكم لجنة آدي آدو وحي وغشي غاني ساعد كي تشويش فينو وليجرو كورنا والعلا جيوغو هل برارو جيو لجنة تنظيم تشويش كمتسابقا ودبايا لجنة ودبايا ساعد نوصل اللابتين أخفي في بارك الله فيكم هذا يتكلم في التليفون.